يوم القيامة الشمس تقترب من الروس والناس بتسبح في العرق بابا إلى آخره. الواحد ما يسألش عن الثاني ولا يسأل حميم الحميم. كان في طائفة من العباد خارجة من المقابر على الجنة من راحت. مين دول؟ الله يرضى عليك. سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة. إذا أي؟ وكان من غير بواب يعني. إذا أي؟ أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان. كيف تدخلون الجنان؟ قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. أو ما قرأت القرآن؟ رضوان قرأ القرآن. قال في أي شيء من القرآن أقرأ؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال كيف كان صبركم؟ ونحن كنا إذا أسيء إلينا علمنا وإذا جهل علينا غفرنا إذا أذنبنا استغفرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا. فلا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.